مساء الخير، مساء الرسائل الحلوة، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رسائل. خليني قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة أهني كل الناس بسنة جديدة، سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله، سنة 2021. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنت طيبة دعاء. كل سنة وأنت طيب يا علي، وكل سنة وكل الناس الحلوة اللي بتشوفنا بخير، وإن شاء الله السنة دي تكون سنة جديدة سعيدة علينا جميعا يا رب. وحابة قبل ما نبدأ الحلقة نشكر الناس الجميلة اللي تواصلت معنا خلال الأسبوع اللي فات علشان تساعد أصحاب التقارير اللي عرضناها خلال حلقة الأسبوع اللي فات، وبالفعل تم التواصل معاهم بشكل شخصي ورفضوا كمان إن هم يذكروا أساميهم أو ننزل ونصور المساعدات دي، وبالفعل الناس بجد فرحت بشكل كبير جدا، فحابة ان انا اشكرهم. وهي دي رسالتنا، ووجود الناس دي معانا هي دي ده اللي هيخلينا نكمل دايما. خلينا بقى نتكلم عن حلقة النهاردة يا علي. حلقة النهاردة حلقة مميزة زي اي حلقة هنقدمها ان شاء الله. حلقة النهاردة بتتكلم عن ظاهرة بتحصل يوميا في الشارع المصري، وهي ظاهرة التسول. الحقيقة ظاهرة التسول بقت ظاهرة بعض الناس واخديها كمهنة، وده مش مخلينا نعرف نفرق ما بين ناس محتاجة مساعدة وبين ناس مش محتاجة أي مساعدة. والحقيقي في بعض الناس سبق وعرضنا حالات الحلقة السابقة، ناس عايزة تشتغل، عايزة تكافح، فبتنزل وبتشتغل وبتكافح، لأن الناس عندها عزة نفس، عندها كرامة. الناس جميلة جدا، والحمد لله أن ربنا وقف لهم ناس تساعدهم. يعني خلينا بقى نقول أن حلقة النهاردة متقسمة لجزئين. معنا الجزء الأول هنعرض عليكم، عايزين نوريكم حياة الشخص اللي محتاج بجد، بيكون حياته عاملة ازاي، بيته عامل ازاي. والجزء التاني هنوريكم بعض التقارير فيها بقى حياة المتسول اللي واخد التسول ده كوظيفة او شغل وبيكسب منه. احنا قابلنا ام فهد في الشارع وكنا حابين نساعدها وبنسألها عايزة نساعدك ازاي، فقالت لنا لا انا حابة ان انتوا تيجوا معايا البيت وتشوفوا تفاصيل حياتي وتفاصيل بيتي عاملة ازاي. فتعالوا نشوف تفاصيل حياة ام فهد عاملة ازاي. طيب خلينا عقبال ما التقرير يجهز خلينا نتكلم عن الظاهرة بشكل عام. حقيقي ظاهرة التسول ظاهرة عايزين نقضي عليها، وعايزين ما تبقاش التسول أنواع كتير جدا. حقيقي احنا النهاردة التقرير اللي معانا بتعرض كل أنواع التسول، والجانب الكوميدي النهاردة هيغطي الجانب على الجانب بقى التمثيل اللي انت عملته. أكيد طبعا أكيد، لأن احنا عايزين نوضح للناس أنواع التسول، وعايزين نقول لا للتسول، وعايزين نقف مع الدولة، وعايزين نساعد الدولة في اللي هي القضاء على الظاهرة دي. لأن أكتر حاجة يا علي يعني بيسببها التسول إن هو بيخلينا مش عارفين نفرق بين الناس اللي محتاجة فعلا والناس اللي واخدة ده كمهنة تكسب فيها. لأن تيجي تقول الناس دي مثلا طب ما تشتغلوا شغلة كويسة، يقولك لا أنا بكسب مثلا في اليوم ده قد اللي ممكن أكسبه في شهر كامل لو أنا هشتغل وظيفة تانية وهتعب فيها. طب خلينا ناخد التقرير. التقرير جاهز؟ طب يلا بينا ناخد التقرير. انت عايشة هنا؟ ان شاء الله. انا بلم زبالة وبعد كده اخر النهار بطلع بقى بمناديل بجمعها حضرتك، وفي واحد جارنا هنا يساعدنا، باخد منه مصاريف وبياخدهم مني، بيدوهم لواحد هو عارفه تاجر وبيجي يشتري. جمع الحاجات دي منين؟ مش شار. تعالي وريني باقي البيت. يلا تعالي. انت بتغسلي الاطباق هنا؟ هي الحاجه ديت، وما عنديش مواعين اللي هم دول حضرتك، بس حاجه دي مش تعالي. دي اللي انت عايشه فيها انت واولادك؟ هي دي عيشتي، انا بنام هنا انا وعيالي التانيين. طب اقعدي بقى عشان ايه نحكي القصه من الاول كده. اتعرف على اسم مفهد.
طيب احنا قابلنا ام فهد في الشارع و يعني كنا حابين نساعدها، فقالت لنا انا عايزه اوريكم بيتي وعايزه اوريكم حياتي، فجينا بالفعل معاها البيت عشان نبدا نشوف حياتها وعايشه ازاي. فاحكي لي بقى ايه قصه البيت ده. البيت ده انا كنت بدفع ايجار 250، والراجل لما غلى جيت حكيت لناس في العرب بيساعدني قالوا لي لا تعالي، وال 250 انت اولى بيهم بدل ما تلمهم من ناس مش شحاته، تعالي وقعدك في بيت ببلاش وقعدي فيه. بتقضي اليوم ان انت بتطلعي تشحتي ولا بتلمي البلاستيك؟ لا الاول الصبح اطلع الم بلاستيك، وبعد كده لما معيش فلوس اطلع اخد عيالي واروح الم ايه بالمناديل استرزق منها. واحد اداني فرخه نيه، اداني شويه مكرونه، حاجات من دي، وبمشي نفسي. طيب ليه بقى بتلجئي ان انت مثلا تشحتي او كده، ان انت مثلا عندك حته ان انت بتلمي الخرده وكده؟ الخرده مع حضرتك مش هيديني كل يوم. حضرتك تعملي ايه في الشتاء بقى في مفيش سقف؟ وقعت علينا قبل كده، كنت مخبيه عيله تحت السرير، كنت مخبيهم تحت السرير، وجيراني الشتاء بينزل على دماغك. نزلت علينا النوبه اللي فاتت، العمود ده هو كله وكانت نازله، جم جيراني هنا ان شاء الله ينجيهم هم اللي ايه ساعدوني ووقفوا معايا وروحهم عاملينها لي. بس بقى جارك الله بقى بالليل خش لي براس مش عارفه ايه، حتى اسال العيال ده بيخافوا يناموا، لازم انور النور وافضل قاعده لهم لحد ما يطلع النار اقوم نايمه. قولي لي بس كده، انت الاول جوزك فين؟ من ام ما بيشتغلش. امال بيعمل ايه في حياته؟ كان حياته اللي هو يقعد كده يستنى يجيب العلب للسجاير وخلاص على كده. هو فين دلوقتي؟ دلوقتي طفش من ساعه ما خد فلوس من ناس كتيره، طفش. اللي جاب لك بقى السراير وال السرير ده مش بتاعي حضرتك، ده اللي بتاعي بس مكسور اهو. بص سنده ازاي؟ سنده بطوبه اهو، بص حضرتك سنده بطوبه مكسور. السرير التاني؟ السرير التاني بتاع صاحب البيت الله ينجيه هو السرير والثلاجه والبوتاجاز والمطبخ. فين الثلاجه دي؟ جوه حضرتك. طيب ده المطبخ بتاعك؟ اه تعالى يا محمد، احنا ينفع نفتح التلاجة بتاعتك ولا لا؟ تعالى. عاملة ايه بقى، نتغدى معاكي النهاردة؟ انا كنت عاملة محشي، ناس متشحطني امبارح من السوق بيشحطوني كرنب، وهو في ناس بتشحطني بيض، واحدة في المزرعة اللي هي في العلاقات بتديني كرتونة بيض، وناس اللي هم لما يجوا من العرب بيجوا يشحطوني كرنب. خلاص في ناس هنا هو كانت شحطاني حته لحمه، بص حضرتك حته دهنه، اوعى يا دفا، حته دهنه اهي، حته الدهنه اهي، وحته لحمه قد ايه حضرتك؟ ما بقدرش اقول حاجه، اقول الحمد لله، ادي الحمد لله. دي اللحمه ودي الدهنه، تعملي ايه بالدهنه دي؟ الدهنه عشان اطبخ بيها، وادي حته اللحمه قد ايه، بقول الحمد لله. ولما الميه بتنزل على الثلاجه هنا في بسبب السقف بتعملي ايه؟ لما انا بحط بطاطين هنا اهو، وبجيب الحاجه اللي هي بره اللي انا حطاها من الفرش اللي بلاقيه في الزباله بجيبه قبل ما بغسله اقوم حطها، عشان لو باظت ما معيش اصلحها، عشان ده بتاع صاحب البيت، ولو هو مديني البوتاجاز بص بايظ. والبوتاجاز ده شغال اصلا؟ هم عينين بس، العين ده هي بتهب، دي اللي شغاله ودي بس. ادي حضرتك عشت، ما عنديش اكتر من كده واقسم بالله. طب تعالي تعالي، وادي حمام اهو، الناس برضو ساعدتني وعاملين هولي اهو، هم عاملين هنا مش بياره، هنا دبير، انا اللي بنزحه بايدي عشان ما معيش. يعني ايه مش يعني حمام ملوش صرف؟ لا ما عنديش، ما هو عيب لما انا اوريها لك، دي برميل، قال لي لو عايزه تعملي بياره يبقى على حسابك، وانا معيش الحق البياره دي بفلوس قد كده. انت طالبه ايه؟ نفسك في ايه؟ انا نفسي في حاجات كتيره والله. قولي كل اللي في نفسك. انا نفسي في غساله ونفسي في سرير عدل وعيش اكون حلو، ده اللي انا بتمنى، مش طالبه اكتر من كده. نفسي اعيش زي ما الناس عايشه. الناس بتقول لك ايه؟ يعني في ناس غريبه بتيجي تقول لي ده انت عندك وعندك وعندك. عندك ايه وانتي ما عندكيش سقف للبيت؟ اقول لهم تعالوا وشوفوا، يعني نفسي ومن عيني كليه ان شاء الله، سكن اوضه وصاله او اوضه بحمام
ويكون فيها حاجات من زي اللي انا بشوفها عند الناس، يعني سرير حلو ودولاب ولا اوضه وغساله وبوتاجاز، كل ده مش بتوعي. هات شنطه الدواء اللي عندك يا فحم. انا ما كانش معايا اجيب حق العلاج، ويمين اتحاسب عليه ربنا ما معايا اجيب حق العلاج. عايزين نقدم لك هديه صغيره كده. اذا قالك مستوره في الدنيا، ربنا يسعدكم معاكم، يا رب يسترها معاكم ويسعدكم زي ما انتم ساعدتونا انا وعيالي. ان شاء الله الناس تشوفك وتساعدك. والله يا ريت، والمصحف يا ريت، انا بتمنى ان حد يساعدني ولا يعمل لي اي حاجه، مشروع ولا اي حاجه. مشروع كشك يعني؟ اه يا ريت، والله يا ريت، والمصحف منا عيش منه انا وعيالي، ومنا بطل الخرده، ومنا بطل كمان الشحات. ده اللي بتمنى. عايزه تبطلي الشحات؟ اه، وبطل الخرد، نفسي والمصحف. ان شاء الله كل نفسك فيه يتحقق. جيراني هنا معتبرهم اكن اخواتي، اصل اخواتي اللي هم من ابويا ولا من امي ما بيقفوش مع حد. اسالي جيراني هنا هم وقفوا معايا اليوم لما السقف وقع علينا. معاكم هنا من زمان؟ اه بقى لها كتير قاعدين، بس هي في حالها يعني وكده، ورزقها يوم بيوم وكده، وحالتها تعبانه يا موضوع السقف والشتا بينزل على دماغهم. لا احنا عاملينها، انا وقفت معاها انا اخويا وكده، جينا وقفنا معاها قبل النطره كل سنه كده يعني، عشان ايه الدنيا بتغرى وهي معاش حد وكده، لا عيالها وكده، احنا بنقف معاها بعزم شمع عزم اي حاجه، احنا بنقف ايه وبنعملها معاها كده. ربنا يجازيكم خير. تكسبي في الشهر كام او من شغل الخرده او الشحات؟ لا الخرده ما تجيبش يا دوبه. وانتوا بتاكلوا ايه؟ انا زي ما انت حضرتك شفت كده، الناس بتشحتني الحاجه واقوم عاملاها بس، وبقول الحمد لله اللي بصي اللي ربنا بيرزقني بيه، بقول الحمد لله يعني. أنا الحمد لله، بقولش الله الحمد لله. بحييك يا دعاء، تقرير في منتهى الروعة حقيقي، تقرير من أصعب التقارير اللي شفتها والله بجد. يعني كان تفاصيل اليوم ان انا عايشه معاها حاجة مؤذية نفسيا جدا، فتخيل هي عايشة في الواقع ده كل يوم، حاجة صعبة جدا. مفاجأة مش طالبة غير الحياة العادية، الحاجات البسيطة اللي تقدر تخليها تعيش. طالبة ايه؟ طالبة اوضة باربع حيطان بسقف يحميها من برد الشتاء من المطرة. طالبة ايه؟ طالبة غسالة، طالبة بوتاجاز، طالبة تلاجة، حاجات عادية جدا، حاجات بسيطة جدا، مش طالبة فيلا، مش طالبة شقة، لا حاجات بسيطة جدا. احنا عايزين نساعدها، يا ريت حالة زي ام فهد نقف جنبها ونساعدها، ونقدر نقدم لها الحاجات البسيطة اللي هي محتاجاها. يا ريت اللي حابب يتواصل معانا ويساعدها يتواصل معانا على البرنامج بتاعنا، صفحة برنامج رسائل، او على ارقام تليفوناتنا اللي ظاهرة على الشاشة دلوقتي. انا واثقة جدا ان زي ما في ناس كلمتنا كتير جدا عشان تساعد حالات الحلقة اللي فاتت، ان في ناس اكتر كمان هتكلمنا وهتساعد ام فهد. طيب بما ان انت نكدت على الناس، خليني بقى انا اخدهم للجانب الكوميدي. الكوميدي يلا بينا، تعالى نشوف تقارير انواع التسول بشكل كوميدي، ومع اول تقرير ونرجع نعلق. يلا بينا ناخد اول تقرير. ليك باشا باشاوية، احلى مسا عليك يا باشا. حبيبي يا باشا. باشا بص، اخوك عايز ياكل عيش. اخوك ياكل عايز عيش يا باشا، والله بص خليها لك تبره يا باشا، هكملها ولا؟ شكرا يا باشا. يا باشا يا باشا ثواني يا باشا، بكلمك يا باشا. يا باشا بكلمك يعني، عيب يا باشا انت. بص يا باشا انا باكل عيش. انا قلت لك امسح. مش قصدي يا باشا، بس يعني انا باكل عيش، اخوك راضيني باي حاجه باشا يعني، ارضيني الله يا باشا. بص هكملها لك يا باشا. باشا هو ايه اللي ربنا سهل؟ ما سهل لنا كلنا يا باشا. بقول لك اخوك بياكل عيش، ربنا سهل لك. طب عيش فكه، ما سهل لنا كلنا. بقول لك انا مسحت لك العربيه يا باشا، راضيني باي حاجه يا باشا. طب ثواني يا باشا، اهو يا باشا، اهو ادي العربيه اهي 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 العربيه اهي. يلا يا باشا اهي. شوف ايه هو اللي مجنون؟ انا بقول لك بالراحه بس، بالراحه بس، بالراحه بس باشا. بقول لك راضيني، ما انا خلاص. طب شوف انت راح تركش يمسح يا باشا، ما انا مسحتها لك. انت بتعملها انت عبيتي، امسحه تاني يلا. لا مش همسحه تاني، مش همسحه بس اهو. هتمسح اهي اهي، بصل اهي اهي اهي. وانا عامل ايه باشا؟ ولا ده مالك عيش؟ طب ناكل عيش يا باشا، بناكل عيش. والله شكلك مجنون، شكلك منومش عشان ما اكل عيشي. انا بسترزق منه، ما قلتلكش امسح والعب اللي انت بتعمله ده. باشا اركب عربيتك، اركب عربيتك بس، اركب عربيتك، اركب عربيتك. طب تعالى تعالى تعالى، افتح بس، عايزك في حاجه، افتح عايزك في حاجه، افتح عايزك في حاجه، انزل بس. ده مقلب البرنامج رسائل، انت كنت معانا في بص كده،
بص كده شايف الكاميرا. طب والازاز طب من طب والبصل اللي انا اكلتها. بنتكلم عن ظاهره التسول، ان الموقف ده بيتعرض تاكل بصل جدا، وفي ناس عاملينها شغل ان هم يجيبوا فوطه ويعملوا نفسهم بيمسحوا كده عشان يلموا فلوس زي الجو. ايوه في منهم كتير قوي. بتتعرف الموقف ده كتير صح؟ شايف ان دي شغلانه اصلا لا مش حد يشتغلها؟ هو لو يشتغل يشتغل باحترام عادي، في شغل الشغل مش عايز. عايز تمسح يسالني الاول قبل ما يمسح. لو عايز تذيع بص للكاميرا وقول لهم هنذيع. هنذيع ايه اللي انت بتعمله ده يا علي؟ ايه ده؟ مش عارف بس ده نوع من انواع التسول بنتعرض بيه يوميا. انت لازم حد الاول يكتشفك في التمثيل بقى. اولا قبل اكتشاف التمثيل لازم نقدم الرساله المميزه اللي بنقدمها للناس وهو التسول، وده نوع من انواع التسول بنقدمه بشكل كومن. بقت وظيفه دلوقتي ان اي واحد معاه فوطه يجي يمسح العربيه للناس ويبدا يطلب منهم فلوس، ولو رفضوا بقى. لا لو رفضوا دي تعالى يا باشا انت دي منطقتي دي حتتي، يوسخ لك عربيتك وهي اصلا عربيتك نظيفه، يقول لك يا باشا دي حتتي ناكل عيش وممكن نشتمك. فاحنا لازم نقضي على الظاهره دي، وبالتالي يعني انا مش عارف يعني اقول لكم ايه غير ان احنا لازم كلنا نتعاون دي. علشان نقضي على ظاهره التسول ونوقفها. خلينا علي ناخد التقرير الثاني برضو، الموقف الثاني اللي انت عملته، ونرجع أوكي. مره ثانيه تعال ناخد التقرير كمان. باشا باشا ماشي ست الكل ست الكل باشا 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 ست الكل افتح افتح باشا 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 صباح الفل يا باشا مناديل يا باشا هاني باشا 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 ونبى باشا ونبى باشا ونبى باشا ونبى 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 باشا 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 معلش يا باشا معلش باشا ونبى ست الكل عشان خاطرها عشان خاطرها باشا يا رب ما خدتش مني يا رب تتجوزها باشا يا باشا طب راضيني راضيني يا باشا راضيني يا باشا باشا راضيني انت ما شاء الله راكب عربيه باشا كده ومش عايز تراضيني يا باشا راضيني يا باشا راضيني يا باشا يا باشا انت ما شاء الله بص راكب عربيه ازاي راضيني يا باشا انت بتعمله ده ما ينفعش طب راضيني يا باشا احترمنا شويه ما انا محترمك والله يا باشا باشا انت فوق فوق راسي يا باشا راضيني يا باشا راضيني معلش راضيني يا باشا والنبي عشان خاطر المدام معلش راضيني يا باشا راضيني راضيني يا باشا احترمنا شويه بعد اذنك طب راضيني يا باشا احترمنا شويه بعد اذنك عيب ان انت بتعمله ده معلش يا باشا راضيني يا باشا بعد اذنك ما ينفعش ما هو يا باشا معلش يا باشا معلش معلش راضيني 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 يا باشا معلش راضيني يا باشا خلاص على الله خالص بعد اذنك اتكل على الله يلا يا عم خلاص يا باشا خلاص بص انت متعصب ليه طب اهدى بس ده ده مال مال بص 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 ده الكاميرا ايه الكاميرا ايه انت ايه ده ايه الذوق ده قول لنا بقى بتتعرض للموقف ده قد ايه يعني كتير تعالى بس كده بس مش بالاوفر ده تعالى كده بس عشان افورنا شويه افورنا شويه اه افورت جامد لا بس بص هو دي ظاهره احنا بنناقشها بشكل كومي انا افورت شويه في ما بيعملوش بالاوفر اللي انا بتكلم فيه ده تمام عايزين نوجه رساله ان بعض الناس بتاخد حته ان هي تبيع مناديل وكده عشان تتسول بيها مش مجرد ان ده شغل فعلا هم بيشتغلوه لا هو ده تسول عشان يلموا فلوس الموضوع ده اصلا بقى يعني متجاول اصلا بقى بيزنس دلوقتي شغل عامه احنا مبسوطين بالمقلب الجميل ده لو انت مبسوط قول زيع على برنامج هنا بقى بيستغل ان انت معاك بنت فيبدا يشتغل على انه يحرجك قدامها انا بقول لكل راجل ما تضعفش خليك قوي واستمر يعني لازم نوقف الموضوع ده ان هو يبدا يشتغل على ان معاك بنت فيبدا يحرجك قدامها ان انت هتضطر ان انت تطلع فلوس فلا احنا كمان ضد النوع ده من التسول طيب خلينا ناخد تقرير كمان واخر تقرير معانا النهارده وهو نوع التسول الزروفيشه تعال نشوف الزروفيشه يلا هنا نشوف الزروفيشه دي بس على جنب عشان الطريق كده بص يا باشا
انا بص انا محروق منك بس والله العظيم يعني ربنا يعلم انا 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 اللي انا هقوله لك ده والله العظيم يعني غصب عني بس بص انا اخويا عنده ظروفشه وكده ظروفشه والظروفشه اصلا دي مشكله كبيره قوي بص معايا فلوس والله العظيم انا معايا فلوس ينفع يعني والله معلش حقك عليا لو تساعدني باي حاجه بس ربنا يبارك لك يا باشا ربنا يبارك لك اخويا والله انا محروق منك والله اخويا انا محروق منك اخويا يا باشا والله خلاص ماشي يا باشا ربنا يخليك ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك تعالى انت هتروح فين تعالى ده مقلب بص كاميرا اهي ده مقلب في برنامج رسائل انت بتدي ناس فلوس عادي 20 جنيه بتاع انا مش بديهم فلوس عادي بس انا معلش الله اعلم برضو ما اعرفش اللي قدامي ده اذا كان محتاج بجد ولا لا ايه رايك في ظاهره التسول دي حاجه مش كويسه موقف زي ده قبل كده انا اتعرضت لموقف زي ده بس برضو والله اعلم انا ما اعرفش اذا كان اللي قدامي ده محتاج بجد ولا لا فعشان كده انا بعمل ده بس انت مع القضاء على الظاهره دي وان الناس تشتغل طبعا والناس تشتغل طب ما انا اشتغل احسن اللي خليني اعمل حاجه زي كده بالظبط في حاجه كمان بص للكاميرا وقول لهم ظروفشه ظروفشه في مره اسمه ظروفشه طب امال في ايه في مره اسمه مش اسمه ظروفشه ايه ظروفشه مش عارف دي حبينا نضحك معاك ولو عايز نزيق المقلب على برنامج رسائل قول زيا تمام زيا ماشي تمام ماشي باي قول للكاميرا باي باي حبيبي ايه ظروفشه دي بقى يا علي والله مش عايزين عارف. نعرف ايه ظروفشه والله مش عارف ايه ظروفشه بس هي جت معاك كده طيب خلينا نقول ان ده كمان نوع من انواع التسول ان واحد بقى يستغل انه يلعب على مشاعر الناس ان انا عندي ابني مريض او والدتي مريضه فعايزين برضو نتاكد هل الشخص ده مريض ولا لا طب خلينا ناخد اتصال تليفوني ونشوف هل في قانون بيمنع التسول وما هي العقوبه بتاعه التسول ومعانا اتصال تليفونه الو الو استاذ عبدو استاذ عبدو معايا طب اعتقد ان في حاجه في الكنترول طيب خلاص تمام طيب ايوه الو اهلا بيك استاذ عبدو اهلا بيك يا اهلا بيك في اختصار شديد يا استاذ عبدو عايزين نعرف هل في قانون بيمنع التسول وما هي العقوبه اللي بيعاقب عليها المتسول باختصار شديد عشان حلقه وقت البرنامج. الحلقه بس والله يا استاذ علي هناك عقوبات الو سامعك يا استاذ عبدو وطي بس التلفزيون واسمعنا والله يا استاذ علي هناك عقوبات كثيره وضعها المشرع المصري في القانون لحد من ظاهره التسول طبعا لانها بدات تسبب اضرار كثيره سلبيه على المجتمع والمواطنين جميعا. طبعا استاذ علي النهارده المشرع المصري وضع علينا قانون رقم 49 سنه 1933 وحاطين لنا فيه مواد كثيره المواد دي طبعا يا استاذ علي فيها عقوبات تتراوح ما بين شهر حتى سنه. عقوبة المتسول طبعا يا استاذ علي النهارده القانون وضح لي وفرق لي ما بين شخص صحيح البنيه وشخص غير صحيح البنيه، النهارده شخص صحيح البنيه وجدته بيتسول في الطريق العام والمحلات العموميه وعلى الطرقات، ده عقوبته النهارده لا تتجاوز شهرين في قانون العقوبات، طب النهارده لو شخص غير صحيح البنيه ده عقوبته يعني شخص غير صحيح البنيه ده عقوبته بتبقى شهر في القانون العقوبات. طبعا استاذ علي النهارده في كتير جدا من المتسولين في الطرقات العامه وفي الشوارع وفي المحافظات النهارده بيستخدموا جروح وعهات ووسائل اخرى لكسب عطف الجمهور برضو المشرع المصري وضع عليها عقوبه استاذ عبدو استاذ عبدو انا متاسف جدا انا كان نفسي اسمع اكتر من حضرتك بس حقيقي وقت البرنامج خلص بنشكرك جدا يا استاذ عبدو وبنشكر المشاهدين وبشكرك جدا يا علي بشكرك دعاء واتمنى نكون خفاف على الساده المشاهدين وان شاء الله نكون قدمنا حلقه مميزه جدا عن التسول وهاشتاجنا بيقول ضد التسول واستنونا في حلقه جديده يوم السبت الجاي ورساله جديده من برنامجكم رسائل باي باي